شكرا سيد الرئيس. شكرا كذلك من خلالك في مركز الدراسات القانونيه الجنائيه. شكرا كذلك موصول للساده الاساتذه المتدخلين على عمق مداخلتهم في موضوع جد مهم يتعلق بتعيين واعطاء رئيس الحكومه على ضوء دستور 2011. هذا الدستور الذي اتى في سياقه معينه، لان لكل دستور اثناء تعديله كما يقال الدستور يعدل في اثناء تنتج ازمه او ازمات. بدايه من دستور 62 72 72 92، هذا الدستور 2011 جاء في سياقه معينه. قبلها قبل 5 سنوات الى سابق كان هناك تقريبا 500 توصيه في هذه القصه المصالحه، دون ان ننسى بالاسباب المباشره الحراك الشبابي ديال 20 فبراير، الحراك الديمقراطي الدولي في المنطقه. ساتي للنقاش في مساله ديال النص الدستوري الفصل 47، هذا الفصل الفريد والعجيب الذي اثار كثير من النقاش، لان لمجموعه من الثغرات اعتبرها البعض تمرينا ديمقراطيا في مجال المؤسسات والمجتمع الديمقراطي. هذا التمرين طار لأمد طويل، 62 حتى دابا 2017، 55 سنة. الإشكاليات التي يطرحها هذا النص، أولا في مسطرة تعيين رئيس الحكومة، أتت العبارة في الفضاء، الصلاحية حولت طبعا للملك من خلال التعيين رئيس للحكومة من المتحصل على أغلبية الانتخابات دون الحديث عن الأمين العام أو أحد قادة الأحزاب السياسية. هناك مسألة ثانية أعتبرها أخرى في هذه المسألة، هي المدة الزمنية. لم يتم الإشارة في هذا الفصل الدستوري إلى المدة الزمنية والشهر والشهر ولا شيء آخر من هذا القبيل. على أي الاستناد؟ ما كاينش أعمال تحريرية ديال الدستور 2011، ولكن يمكن الاستناد اساسا الى واحد المجموعه ديال المذكرات التوجيهيه الموجهه للجنه الاستشاريه لتعديل الدستور. هي بعدا باش نكونوا نتوافقوا، هي اللجنه الاستشاريه لتعديل الدستور، هي ماشي اللجنه اللي دارت الدستور، نسميها لجنه المعنوني. يمكن كانت هذه اللجنه اساسا هي اللجنه التوعيه ما بين القصر وأول لجنة استشارية باعتبار مقاربة تشاركية ما بين الأحزاب السياسية والمجتمع المدني. هذا المسألة كما استطيع الوقت. شكرا.